الآن نذهب وإياكم إلى الملف الأخير، وفيه أزمة النفايات في البصرة والتي لا تزال مستمرة طبعا كما تعلمون. لكن ماذا عن قصة العرض الماليزي المجاني من أجل إنهاء أزمة القمامة؟ تعالوا نتابع لنتعرف على قصة العرض الماليزي سويا. السلام عليكم. مثل ما جاي تشوف رجعت موضوع أزمة النفايات من جديد إلى البصرة، لكن هذا مو موضوعنا، لأن هذا الموضوع صار تريشات يعني. موضوعنا إنه أكو عرض مغري جاء من شركة عالمية ماليزية لتنظيف البصرة، وهذا الموضوع صار له شهر تقريبا. هذا العرض المغري هو عرض مجانا، سمعون، مجانا لتنظيف البصرة وتشغيل 3000 عامل للبصرة، إضافة إلى تشغيل أعمال أجنبية يجيبون الشركة بالاتفاق يصير مع السلطة المحلية بالبصرة. هذا العرض شنو يتضمن؟ أنه إنشاء معمل لتدوير النفايات يعني قيمة من 5 إلى 8 مليون دولار في البصرة. هذا أعتقد العرض موجود مثل أغلب الدول العربية والعالمية، أن شركات التنظيف هي اللي تعطي فلوس للجهات المحلية من أجل تنظيف المدينة، عكس ما كان عندنا في البصرة السابق من دفعنا 207 مليار دينار لشركة التنظيف الكويتية، وهي حال البصرة. هاي الشركة الماليزية قدمت الطلب صار لها شهر تقريبا إلى السلطة المحلية في البصرة، لكن هذا العرض ضاع في مكتب المحافظ. شلون ضاع وليش ضاع؟ العلم عند رب العالمين.